نزلوها. مين مساعد الأطعام هون؟ أنا سيدي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كأنه الأكل واصل بكير اليوم ما هيك؟ مثل العادة سيدي، بس بدنا وقت لنستلم ونوزن ونتأكد من الوزن تمام. وتأكدت؟ طبعا سيدي. طيب بدي أرجع عزبك مرة تانية ونزين سوا ونتأكد، لأنه الأكل عم يطلع ناقص، بجوز يكون العطل من الميزان. لا يا سيدي، معلومك الفراريج بتدوب على الطبخ وما راح يطلع نفس الوزن. شو خسرانين؟ منجرب. ولا يهمك سيدي، جاهزين. اتفضل، هي الفواتير وفيها كل التفاصيل. تفضل شباب، حطوا القطعة على الميزان. سيدي أول شيء وزن القصعة 7.5 كيلو فاضي. بعد ما نزين كل شيء من ناقص وزن القصعة بيطلع معنا قديش في فراريج. الوزن مزبوط سيدي، نحن نتأكد أكثر من مرة، لأن إذا صار ما صار نحن اللي بناكله. انت وياه شيلوا لي هالقصع وفضوا لي كل شيء فيها على الارض. شو على الارض يا سيدي؟ الله يخليك، كله منظف وجاهز والارض مليانه وسخ، ما بدنا يصير تسمم مع حدا. الله يخليك، هذا مو شغلك. يلا انا اشوف يا سيدي. ولا حرف. شو هذا يا حضرة المساعد؟ علمي علمك يا سيدي، أنا الله وكيلك متفاجئ أكثر منك من هالمنظر. قلت لي متفاجئ؟ لك يا ريت بتشغلوا مخكم بأمور تانية قد ما بتشغلوها بهالقصص الوسخة. هذا أكل رفقاتك يا كلب. شو أحلف لك يا سيدي، إني هي أول مرة بصير معنا هيك. لك حتى وأنتم مكشوفين بتكونوا عم تكذبوا. حرك! حرك قدامي! شباب، اجت الأوامر بأنه نكون بالصف الأول ببعض المناطق اللي تجمع فيها بعض المسلحين. التعاليم صارمة واضحة، ممنوع إطلاق النار على أي مواطن، ممنوع إطلاق النار على حدا إلا إذا هو أطلق عليك النار. هاي من جهة، ومن جهة تانية أثناء مداهماتنا للبيوت ودخولنا لتفتيشة تذكر بأنك عنصر بالجيش، يعني عنصر مقدس بأي بلد بالعالم، وهذا الشيء بيتطلب منك بأنك تكون مهذب كتير مع أخوتنا. وأنا متأكد بهالحالة هاي رح نقدم صورة مشرفة لتربيتنا وانتمانا لمؤسستنا. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين.
خلصيني يا اختي. مو هيك بنقدم مؤسستنا قدام العالم، ولا هيك بنحترمها. هاي المرة ما لها علاقة باللي قتل أخوك ولا اللي قتل رفقاتنا. كله ندري. لا! هذا الحكي عيب، وآخر مرة بذكرك. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فتش بطريقة محترمة، ولا تكسر شيء. يعطيك العافية يا أختي، ولا حدا أخزينا. شايفة لوين وصلنا ومضطرين نفتش بهي الطريقة. يا سيادة الضابط. عمري. أنت ليش عم تمثل علي؟ عم مثل. كيف يعني؟ عاملين مهذبين؟ رفقاتك إجوا كسروا البيت بالمرات الماضية وسبونا وبهدلونا، حتى حرمة البيت ما احترموها. يا أختي، هدول مو رفقاتي. نحن جيش. وهني جيش لابسين عسكري مثلكم. الجيش أول مرة بفوت لهذا المكان. طيب مثل ما بدك. فيك تقولي جيش ومو جيش، وفهمك كفاية. سيدي، إذا أنت عم تبكي معناها كلنا رح ننهار. أنا عم أبكي على اللي صار كله، عم أبكي على إنه نحن عم نقتل بعض، عم أبكي على إنه ما بنعرف شو اللي عم بصير. لك يفهم من وين هالسلاح؟ وكيف دخل؟ وليش لهلا ما اجت التعزيزات مع انه طالبينها من 5 ايام؟ شو اللي عم بصير يا ربي؟ شو اللي عم بصير؟ سيدي، نحن عم ندافع عن البلد، مو لازم نسال هيك اسئله. عدونا كل واحد شايل سلاح بوجه البلد. لسه بتقلي عدونا والبلد؟ المسلحين عم يقتلونا باسم البلد، ونحن عم نقصف ونقتل باسم البلد، وكله عم يحكي باسم البلد، والبلد راحت بين رجلين اللي عم يحكوا باسمها. اتركني يا نوار، اتركني. الو، عمليات عمليات. لك شو عمليات معي؟ نحن عم نقتل، عم نموت. شو يعني سايقيننا على الذبح؟ اهدى يا ابني، اهدى. ولك كيف بدي اهدى كيف؟ من 5 ايام طالبين تعزيزات على اساس سريعه، وما حدا يفكر حتى بخاطر هالمساكين المعترين يلي صار لهم سنه عايشين بين الخوف والرعب. علم علم، تعرف الحال. علم. الو، عمليات عمليات. أوه.
شباب خلونا ندفن رفقاتكم. خايف يا سيدي. لا تخاف، أنا واثق إنك رح تعيش يا مجنون. كل شي بحاجتنا، كل شي بيقول إنه لازم نعيش. والله حابب أعيش يا سيدي، بس مو ظابطة. خلص ولا كلمة، رح روح لعندكم على البيت وأتغدى عندكم ومن تحت ديات أمرامي شخصية. يلا أمي لازم طالعك من هون، بس شد حيلك وكون قوي لأني ما رح أقدر أشيلك لحالي.